بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله قال ابغى احققها، هذا من الشيطان. مؤامرة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو أول من سن المعاصي. وجميع من يكفر بالله كلهم يعملون تحت راياته. أنا لازلت بفلان وامرأته حتى طلقها. يقول أنت يقول تعال أنت النجمة. مؤامرة. ما إن قلت الله أكبر حتى قال الشيطان والشنطة. مؤامرات شيطانية. في شياطين يهمزون ويكبسون ويقبضون بعض الناس، لأن واحد تحطه في كيس وتربط عليه من برا، بالله شو يسوي؟ مكيس ما يملك حولا ولا طولا، يزين الشين ولو تغسل كل يوم، والزين زين ولو قام من النوم. فلا تنخدع بواحد يزين لك وهو عدوك وانت لس. والله عفور رحيم. وبعدين ان شاء الله يمديك، هي على غسالة وهو على غسال، يتصبغ ويتدبغ، بل بعضهم يستعمل المكياج. مؤامرات شيطانية. بدت بالنظر وانتهت في سقر، حتى تستعد له وحتى تكشف خططه. اضرب الشيطان بهذه المدفعية الربانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم مؤامرات شيطانية، محاضرة لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم. هذا الدرس سنكشف فيه بعض المؤامرات والخطط والأساليب الشيطانية التي يسلكها إبليس في سبيل تدمير هذا الإنسان. وعداوة إبليس للإنسان عداوة قديمة ضاربة في جذور الزمن، وقد حذر الله عز وجل من هذا العدو اللدود وأمر بمخالفته وعدم متابعته. قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقد أقسم إبليس ليضل الناس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وهذه العداوة خطيرة، وتأتي خطورتها من أمرين. الأمر الأول أن هذا العدو يراك وأنت لا تراه، والعدو الذي يراك يخطط لك ويباغتك ويعرف مواطن الضعف فيك بينما أنت لا تراه، حتى تستعد له وحتى تكشف خططه وحتى تعرف إمكاناته وقدراته. ومن هنا كانت هذه العداوة من أخطر عداوات الإنسان. يقول سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله، معنى قبيله يعني قبيلته وربعه جماعة من الشياطين، من حيث لا ترونهم. من أهميات الجيوش التي تتخذ من بعضها عدوا للجيش الآخر معرفة أسرار الجيش الآخر للعمل على تدميرها. ولكن عداوتك أيها الإنسان مع الشيطان الذي لا تراه تجعل هذه مهمة صعبة. الأمر الثاني في هذه العداوة أن هذا العدو يجري منك مجرى الدم ويتنقل عبر السائل الحيوي الذي هو سر حياتك وهو الدم. والدم ينتقل في كل أجزاء الجسم، حتى في كل ذرة وفي كل خلية من خلايا. وقد جاء هذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فجاءته بعض أزواجه، ثم لما أرادت أن تعود خرج معها من المعتكف ليوصلها إلى البيت، فمر رجلان من الأنصار
فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لتفادي إحراجه، وهذا من الأدب النبوي، إذا رأيت إنسان معه أهله فحاول أنك تغض بصرك وتمشي حتى لا تصافحه ولا شيء، من بعض الناس يشوف زوجتك جنبك ويجي يسلم عليك، هذه من قلة الذوق. رجل معه أهله خلاص سلم وانت معرض ولا تطالع فيه ولا في أهله، وسلم عليه من بعيد وامشي حتى لا تحرجه. فالصحابة رضي الله عنهم وهم من أعظم الناس أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية، يعني زوجتي. فقالوا: الله يا رسول الله، يعني أترانا نشك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا. فهذه خطورة، إنه أنت وأنت تعيش الشيطان يتنقل في حياتك، ولذا تشوف الإنسان إذا غضب فإن الشيطان يجري ليحرك الغضب عبر الدم، فتنتفخ عروق الإنسان لأن الشيطان شغال. فمن هنا تكمن الخطورة. كلمة إبليس هي علم واسم رئيسي للشيطان، وقد جاء هذا في القرآن، قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وهو مأخوذ من الإبلاس. الإبلاس يعني اليأس والقنوط من رحمة الله، فإن إبليس قد أبلس أي أبعد، وصدرت عليه اللعنة والخسارة والدمار. قال عز وجل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وهو الذي وقعت منه المعصية في قديم الدهر، إذ لا يعلم عند أهل العلم أن أحدا عصى الله قبل إبليس، هو أول من سن المعاصي. الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض قال لهما: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهو أول من سن المعصية، وهو من أفراد الجن كما قال عز وجل: إلا إبليس كان من الجن. وجميع من يكفر بالله الآن على وجه الأرض وقبل الآن وإلى يوم القيامة كلهم يعملون تحت راياته وموظفين في أجهزته، وله طبعا مملكة ضخمة وأتباع وأعوان وجنود كما قال الله: وجنود إبليس، وكلهم مجندون لخدمة الشر وزرع الباطل وصرف الناس عن دين الله. منهم، هذه بعض تخصصاتهم، من يستغل ما يصاب به الناس من المصائب، والمصائب تأتي والأقضية والأقدار من موت ومن حوادث ومن حرائق ومن زلازل، ومن في متخصصين من الشياطين يستغلون هذه الأحداث فيوسوسون في صدور من تقع عليهم هذه المصائب بالتسخط والتبرم والنياحة ولطم الخدود وعدم الرضا بما قدر الله، حتى يفوت الإنسان الأجر كما وقعت عليه المصيبة، فيجمع عليه مصيبتين: المصيبة وفوات أجرها. منهم أيضا من تخصص في تفريق الأزواج، وهذا أعظم عمل يقدم للشيطان، وهو من أحب جنود إبليس. والحديث في صحيح مسلم أن عرش إبليس على الماء، وأنه يبعث سراياه ثم يعودون فيخبر كل شيطان بما سوى، يعني يقدم تقرير عمل، يقول: هذا أنا سويت وسويت وسويت. يجي واحد قال: أنا لازلت بفلان وامرأته حتى طلقها، فيقول: أنت أنت، يقول: تعال تعال أنت النشمي، ويجلس عنده ويحط عليه تاج تقديرا لهذه الجهود التي أدت إلى تفريق هذه الأسرة، لأن معنى الطلاق تدمير أسرة وتشتيت شمل كيان وتعريض هذه الأسرة للخطر. فإن المتزوج إذا طلق ليس بإمكانه أن يتزوج من ثاني يوم،